اتنين ابروتش او طريقتين مختلفين، واحده اسمها فانكشن وواحده اسمها بروجكتايزد. يا اما ترتب الناس بالفانكشن، بمعنى ان انت بتجيب مدير حسابات شاطر، مدير مهندسين شاطر، مدير قسم المدني شاطر، مدير مكتب فني شاطر، مدير حسابات شاطر، مدير عقود شاطر، وتجيب مدير 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 في كل واحده من دول. فانت بتقسمها الى قطاعات بيزد على الفانكشن، بيزد على طريقه العمل، او بيزد على الشغلانه على اللي بيعمله دوت. والراجل ده بيبني قسم تحتيه اسمه قسم الحسابات، فبيبقى فيه محاسب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. بتاع المهندسين بتوع المكتب الفني هيبقى عنده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه and so on. ويبدا المشروع يخش، يقوم ياخد واحد من الفانكشن ده، ياخد واحد من الحسابات، المحاسب رقم ثلاثه مثلا في قسم الحسابات هياخده، هياخد المهندس رقم ثلاثة في المكتب الفني، هياخد الراجل بتاع العقود اللي هو في رقم واحد في العقود، وياخد الناس دي اللي هو يقدر يشغل بيهم المشروع بتاعه. ده اللي بنسميها الفانكشن. البروجكتايزد معكوسة بقى، أنا بجيب المشروع وعندي المشروع وعندي مدير مشروع، وبحط بقى تحتيه محاسب ومهندس و و و، ويبقى الناس دي مستقلة بالمشروع ده. في الأولانية الفانكشن، المشروع بيبقى متوزع بالعرض في خلال قطاعات الشركه كلها، يعني بيبقى في واحد من الحسابات ماسك الحته بتاع الحسابات المشروع ده، واحد من المهندسين المدني ماسك المشروع ده، واحد من المهندسين الميكانيكا ماسك المشروع ده، فالمشروع متوزع بالعرض. في البروجكتايز المشروع هيبقى شويه شكله راسي، يعني مدير مشروع وتحتيه الناس بتوعه. كويس. الاورجنايزيشنال الفانكشنال اورجنايزيشن هي هيراركي اورجنايزيشن، هي متوزعة بشكل هرمي، where each employee has one clear superior، كل واحد له مدير بتاعه في نفس مجاله، and staff are grouped by areas of specialization، يعني الناس كلها متجمعة بالarea بتاع specialization، يعني الناس اللي هم شاطرين في الحسابات كلهم متجمعين مع بعض في حتة واحدة، وmanaged by a personnel with expertise in that area، وليهم مدير حسابات بتاعهم، أو ليهم مدير المكتب الفني، أو مدير المهندسين. ده لو بتكلم على functional organization. لو بتكلم على projectized organization، هي organization structure، هي مش شكل هرمي قوي، هو هيبقى شكل رأس شوية، in which project manager has full authority، مدير المشروع هنا الراجل ده حيوي جدا جدا جدا، هو له authority كلها to assign priorities، هو يقول مين هيعمل ايه. هو بيبقى مدير المشروع ده ممكن يبقى مهندس مدني مثلا، بس هو مدير الراجل بتاع الحسابات، مدير الراجل بتاع العقود، مدير المهندسين بتوع العمارة والميكانيكا، هو مدير كل حاجة. هو اللي بياخد الاساين بريورتيز، يعني بيقول مين الاولى من مين، بيابلاي ريسورسز، بيشوف الريسورسز مين اللي محتاجها، بيدايركت الورك اوف ذا بيرسونز اساين تو ذا بروجكت، هو بيوجه الناس للشغل اللي محتاجه البروجكت. ده البروجكتايزد. هنسيب السلايد دي شويه ونرجع لها تاني كمان شويه. هو شكلهم كده، يا فانكشنال يا بروجكتايزد. حيث لما السلايد اللي انا عديتها هيبقى عندنا شكل تاني شويه بيميكس الاثنين مع بعض اسمه ماتريكس اورجانيزيشن، ودي اللي هي بتبقى شويه بالانسد متوازنه، بتميكس الاثنين مع بعض اللي هي دي. وعندنا في اخر حاجه خالص حاجه اسمها الكومبوزيت اورجانيزيشن، هي اتطورت من الماتريكس وطلعت حاجه اسمها كومبوزيت اورجانيزيشن. ده شكل بروجكتايز اورجانيزيشن، او شكل بروجكتايز ان انا عندي مدير مشروع للكوبري اللي في الدقهليه، مدير مشروع للمول اللي في 6 اكتوبر، مدير مشروع لكذا، وكل مدير مشروع من دول جاب مجموعة ستاف تحتيه، جاب حسابات وجاب عقود وجاب مهندسين وجاب مهندسين تنفيذ وجاب مشرفين وجاب كل الستاف اللي هو عايزه حطه هنا اهو. والراجل التاني ده جاب كل الستاف اللي حطه هنا، والراجل التالت ده جاب كل الستاف اللي حطه هنا. ده البروجكتايزد. كويس. واللون الاصفر ده اللي هم الناس اللي هم اسايند على المشاريع. جميل. يبقى كل مدير له الناس بتوعه اللي تحتيه. لو رحنا للفانكشنال اورجانيزيشن هتلاقي بقى بدل ما كان عندي مدير مشروع هنا هيبقى عندي مدير فانكشن. مدير فانكشن يعني ايه؟ يعني مدير المكتب الفني، مدير الحسابات، مدير التعاقدات، او مدير بتاع الشؤون القانونيه. كويس. وكل واحد من دول تحتيه مجموعه بتاعته، يعني بتاع لو ده قلنا ده اللي هو الاكاونتنج الحسابات، فده عنده محاسب واحد واثنين وثلاثه. ده المكتب الفني او مهندسين المكتب الفني، فعنده مهندس واثنين وثلاثه. لو ده بتاع التعاقدات مثلا وبتاع الحاجات القانونيه عنده واحد واثنين وثلاثه. جميل. وتلاقي بعد كده اللي انا عندي المهندسين اللي هم اسايند على المشروع، هو هناخد ده
عندنا مشروع مثلا الكوبري اللي في سوهاج مثلا، فانا هاخد المهندس ده، هاخد هنا الحسابات ده، وهاخد من القسم الهندسي الاثنين دول، وهاخد من العقود هو ده، والثلاثه والمجموعه دي هي اللي هتشكل الفريق اللي هيشتغل او الستاف اللي هو هيكون بيشتغل في المشروع. فبالتالي تلاقي في البروجكتايزد تلاقي، عشان كده بقول لكم هي مترتبه راسي كده شويه، ان المشروع هتلاقي كل الناس اللي في المشروع مترتبه كده فوق بعضها. لكن لو انا بتكلم على الفانكشنال هتلاقي ان انا ماشي كده بالعرض، واخد كده في عرض الشركه كده، باخد من القطاع ده ومن القطاع ده ومن القطاع ده ناس، والمدير المشروع حقيقه الامر ما بيكونش كنترول، لو كنترول قوي على الناس. ليه ما بيكونش له كنترول على الناس قوي؟ لان ده بيريبورت لده، ولان الاثنين دول هيريبورت لده او هيرجعوا لده، لما يكون عندهم مشكله هيرجعوا لده، مش هيرجعوا لمدير المشروع، هيرجعوا لمديرهم اللي هو رئيس المكتب الفني، هيرجعوا لمديرهم اللي هو رئيس الحسابات، ده هيرجع لده. فمشكله ان البروجكت مانجر مالوش كنترول قوي عليهم. هنا البروجكت مانجر له كنترول عليهم، بس لو واحد من دول حب يرجع في سؤال فني شويه وحب يرجع للبروجكت مانجر مش هيلاقي له اجابه، فهيضطر يدور على حد تاني يساله، فيروح بقى المدير اللي هو في الشركه. كويس، نقارن ما بين الفانكشنال والبروجكتايزد ستراكشر. حلو، الفانكشنال والبروجكتايز عشان نعرف نقارن ما بينهم، و صلاحيات كل واحد فيهم ايه، وصلاحيات المدير المشروع ايه. اول واحد مدير مشروع طبعا، اللي هو مدير مشروع، انت بتخش اكيد منكم رحتوا سايتس ومنكم برضه نزل على مواقع ونزل، واول واحد بيقابله غالبا جوه هو مدير المشروع اللي هو مدير المكان. كويس، طبعا في حاله البروجكتايزد الراجل ده مهم جدا وهاي تو اولموست توتال، كل الصلاحيات في ايده في حاله البروجكتايزد. في حاله الفانكشنال لا، حاله الامر هو ما عندوش صلاحيات كفايه، هو ما عندوش صلاحيات. اوكي، ability to get resources for the project، اللي انا لو احتجت بقى وينش ولا احتجت حاجه عايز اجيبها، محتاج خشب زياده، محتاج الكلام ده كله، طبعا طالما مدير المشروع موجود فهو اسهل ان هو يجيب الريسورسز بسهوله، لان يعني الراجل ده هينزل وهيقول ان انا عايز اشتري الكلام ده كله. طالما مدير المشروع في الفانكشنال مغيب شويه، فهتلاقي صعب جدا ان انا اجيب ريسورسز، لان انا ممكن اكون بكلم واحد مش فاضيلي، وهي دي مشكله الفانكشنال. هي ايه مشكله الاثنين؟ ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا في ايه؟ ان ده ممكن تلاقيه ماسك اكتر من مشروع، وده ماسك اكتر من مشروع، فهو مش توتالي فاضي للمشروع. ميس البروجكتايزد في نفس الوقت ده، ان ده قاعد فاضي بس للمشروع، هو ملوش شغلانه ثانيه، ومديره على طول البروجكت مانجر، وده برضه قاعد للمشروع، وده قاعد للمشروع، فالناس قاعده للمشروع، فالناس متفرغه تماما للمشروع. بيصل الامر حتى انهم الناس دي مكاتبهم بتبقى جوه المشروع، ما بتبقاش في الشركه. لكن هنا لا، الراجل ده حقيقة الامر قاعد في الشركه وله رئيس هنا وبيشتغل للراجل ده، او بينزل يروح له في الايام بتاعه المشروع بتاعته، فتلاقي الناس دي هنا مش فاضيه قوي. لان انا لما اخد محاسب، فالمحاسب ده غالبا معاه مشروع واثنين وثلاثه، فالناس مش فاضيه. بيعيب البروجكتايزد ايه؟ ان عدد الستاف وعدد الناس اللي هتعينهم كتير، لان بتعين لكل مشروع ناس مختلفه. بيتميز الفانكشنال بايه؟ ان الاستاف قليل، انت هتعين استاف، هتعين ثلاث محاسبين، الثلاث محاسبين دول هيتولوا الحسابات بتاعه 7-8 مشاريع، فتلاقي كل محاسب معاه مشروعين وثلاثه، فتلاقيه مش فاضي قوي، فتلاقي في مشروع بيجي على حساب مشروع، ومفيش مدير مشروع، او مدير المشروع هنا ملوش صلاحيه كفايه، لكن هنا مدير المشروع هو اللي بيتحكم في كل حاجه. ده شويه اللي هي الفانكشنال والبروجكتايزد. نيجي للجدول اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فبالتالي لو انا عايز اشتري حاجه والمشروع محتاج حاجه، لو في مدير مشروع قوي وانت مديله صلاحيات في البروجكتايزد هيعرف يجيبها. حلو، ريبورتنج هيراركي، هو بيريبورت لمين او الناس بتريبورت لمين؟ الناس بتريبورت على طول دايركت للبروجكت مانجر في حاله البروجكتايزد. في حاله الفانكشنال هما بيريبورت للفانكشنال مانجر، هو بيريبورت للمدير بتاعه اللي هو رئيس الحسابات، هو رئيس المهندسين، رئيس التعاقدات، هو ما بيرجعش خالص للبروجكت مانجر، ودي مشكله. ديديكيشن تو ذا بروجكت، الناس دي ديديكيتد، يعني ديديكيتد يعني فاضيه للمشروع. في الفانكشن حقيقه الامر الناس لو مش ديديكيتد قوي، مش متفرغين قوي، لان هو معاهم مشاريع ثانيه. في البروجكتايزد هاي، لان الناس دي قاعده للمشروع ده بس. بيرفورمانس ايفالويشن، التقييم بتاعهم.
التقييم بتاعهم طبعا في الفانكشنال هيدان باي فانكشنال مانجر، هو بيدان بيتعمل بالمدير المشروع، مدير القطاع بتاعهم او مدير الحسابات. طبعا لو انا بقيم الناس بقيمهم في البروجكتايز، بقيمهم عن طريق مدير المشروع. هوم فور ذا ريسورسز افتر بروجكت كومبليتد، الناس بعد ما تخلص المشروع بتروح فين؟ في حاله، ودي ميزه بقى في الفانكشنال، بقى في حاله الفانكشنال انا بيتبقى عندي ناس ريسورسز جو باك تو فانكشنال ديبارتمنتس. لو واحد ماسك مشروعين او ثلاثه، في مشروع منهم خلص خلاص اتسلم، فهو لسه معاه مشروعين، ساعات يجي له مشروع تاني من الاداره عنده فيدوا له مشروع فياخدوه يستفيدوا منه. مشكلتنا بقى في البروجكتايزد ان هو ملوش مكان بعد المشروع، لان هو كان جه على المشروع ده، عشان كده تلاقي في ناس بيتعاقدوا ساعات مع مهندسين او مع ناس حسابات او على المشروع، بيسموه تعاقد على المشروع، يعني انت هتتعاقد على المشروع ده، واول المشروع ده ما يخلص غالبا انت هتمشي لان مالكش مكان في الشركه، لان انت جيت على المشروع ده بس، غير الواحد اللي هو قاعد في الشركه ونزل من الشركه واشتغل في المشروعين والثلاثه دولت ومشروع خلص او فهو يفضل الشركه تستخدمه. سبيشاليزد سكيلز طبعا المهارات وكلام من ده كله في الفانكشنال بتبقى اعلى. ليه؟ لان هي متطوره. ليه؟ لان الريسورسز place more emphasis on functional skill set compared to the project. اللي انت عندك الناس متطوره لان الحسابات وليهم مدير حسابات، فالناس انت بتختار ناس كواليفايد عاليه جدا. في البروجكتايز not as developed زي بتوع الفانكشنال، لان انت جبت واحد محاسب وقعدته عندك وشغلته في المشروع، فهو مش زي الراجل التاني اللي هو كان له مدير حسابات وقاعد في وسط محاسبين، فالناس بتتعلم من بعض. كويس. efficiency of resources allocation طبعا مين الافيشنت اكتر، مين اللي هو عامل efficiency يعني كفاءه اكتر في حاططان الريسورسز او في توزيع الريسورسز. طبعا هتلاقي ان الفانكشنال احسن لان هو ما حطتش ريسورسز بزياده، لان هي حطت محاسب معاه ثلاث مشاريع، وحطت مهندس معاه مشروعين بيحلهم، ومعاه واحد رسام بيرسم ثلاث مشاريع مثلا مع بعض، فكل لما يكونوا محتاجين حاجه يقوموا راسمينها، فهو مستخدم الريسورسز بشكل اكثر كفاءه. طبعا ده مور inefficient يعني مش كفاءه كفايه. ليه؟ لان هو بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على ان هو بيجيب ريسورسز كتيره جدا. duplication of job functions، فانت بتدوبليكيت، انا عندي محاسب هنا في المشروع ده، وعندي محاسب تاني في المشروع ده، وعندي محاسب تالت في المشروع ده، فانت عندك كذا محاسب او كذا حد ببوزيشنز كتيره، فانت بتدي مرتبات كبيره شويه في البروجكتايز. طبعا الكارير باث اللي هو مسار الكارير بتاعهم في الفانكشنال باينه جدا، لان في الفانكشنال هو الراجل المحاسب ده هيترقى يبقى مساعد للمدير الحسابات، هيبقى نائب للحسابات، هيبقى مدير حسابات في يوم ما. لكن في البروجكتايزد ديبند على التايب بتاع المشروع، نو ويل ديفايند كارير باث، لان هو عارف ان هو بعد ما يخلص المشروع غالبا الراجل ده هيمشي، لان هو ملوش مكان في الشركه لان هو جه على المشروع ده. ده الفرق ما بين الفانكشنال والبروجكتايزد. الفانكشنال بتعين ناس على قد بالظبط، مشكله ان الناس دي ما تبقاش فاضيه قوي للمشروع، ممكن المشروع يتعطل بسبب ان الناس مش فاضيه قوي لان الناس لودد بحاجات تانية. البروجكتايز بيعين الناس بزياده بس الناس دي قاعده فاضيه للمشروع وبتشتغل في المشروع، فساعتها بيعتمد على حجم المشروع. في البروجكتايز مدير المشروع هو اللي له صلاحيات كامله ويقدر يجيب كل حاجه ويقدر يتصرف. في الفانكشنال لا، لان هو مش مدير الناس دي، هي الناس دي مديرينهم اللي هم مديرين القطاعات او مديرين الاقسام بتاعتهم، زي مدير الحسابات هو مديرهم، مدير بتوع الحسابات، مدير المكتب الفني هو مدير مجموعه المهندسين اللي هناك على سبيل المثال، مدير العقود هو مدير التعاقدات، فكل واحد له مدير في الشركه بس مش مديره اللي هو مدير المشروعات، وده الفرق ما بين الاثنين. كويس. التيبل ده مهم لانه بيشرح العلاقه ما بين الفانكشنال والبروجكتايزد. اي اسئله قبل ما ننتقل للماتريكس بقى اللي هي هتميكس الاثنين دول مع بعض وتحاول تحل شويه المشكله دي، وهتحلها باكتر من شكل لغايه لما قاعد يحاولوا فيها، لغايه لما يوصلوا لشكل مرضي او يبقى افيشنت. لا انا بحط ريسورسز بزياده ولا بحط ريسورسز قليله، لا انا بهمش مدير المشروع واخلي دوره قليل زي الفانكشنال، ولا بديله المفروض مدير المشروع يبقى له صلاحيات كتيره لان هو بيشتغل وبيجري بالمشروع. دكتور اتفضل. هو زي ايه يعني فانكشنال دي؟ حلو. الفانكشنال دي انت هتعمل ايه؟ انت جبت عملت شركه مقاولات. كويس. طبعا بنتكلم مني على شركات المقاولات. عملت شركه مقاولات، عملت ايه؟ جبت راجل بتاع حسابات شاطر وسميته مدير حسابات، جبت راجل بتاع مكتب فني شاطر وسميته مدير مكتب فني، جبت راجل بتاع بلاننج وسميته مدير البلاننج، جبت راجل بتاع عقود ويدير لك العقود بتاعتك ويراجع العقود القانونيه وسميته مدير عقود،
وقمت جايب تحت كل واحد من دول أربعة، فجبت تحت مدير الحسابات محاسب واثنين وثلاثة وأربعة، وجبت تحت مدير المكتب الفني واحد اثنين ثلاثة أربعة مهندسين، خمس مهندسين تحت البلانر، خمس ناس، خمس محامين مثلا أو خمسة ناس شاطرين في التعاقدات. ده كده الفانكشنال. يبقى أنت كده بترتبهم بناء على الفانكشن، بناء على شغلانتهم عاملة إيه. الفانكشن يعني الشغلانة اللي بيعملها إيه، فهم الناس دي مترتبة، ومديرهم مين؟ مدير الفانكشن. مديرهم مين؟ مدير الحسابات. مدير مجموعة المحاسبين مين؟ هو مدير الحسابات. هو أنت يا باشمهندس لسه داخل دلوقتي ولا أنت ما فهمتش حاجة من اللي أنا قلته؟ لا فهمت، بس هو انا بحاول اجيب مثال من عندي، فمش عارف اجيب مثال بالظبط يعني، ما أنا بقول لك الشركة، بحاول يعني اربط يعني. لما تخش على الشركات الكبيرة، شركات القطاع العام والكلام دي كلها، هتلاقي الشركة دي فيها مدير واحد اسمه مدير حسابات، ده راجل كبير عنده 60 سنة، ده راجل محترف في الحسابات بتاعت الشركة. وتلاقي مثلا مدير المكتب الفني راجل عظيم جدا، مهندس شاطر جدا جدا جدا، واشتغل وعنده خبرة 50 سنة في المجال. فتلاقي تحتيه مجموعة مهندسين، فأنت ده بيزد على الفانكشن. ونبتدي بقى نيجي نقول والله مشروع كوبري دخل، هياخد المحاسب اللي اسمه محمد من قسم الحسابات، وهياخد المهندس سمير والمهندس جمال والمهندس خالد من قسم المكتب الفني، دول هيبقوا اسايند على المشروع. وهياخد من العقود محمود، وهياخد من البلاننج عمر. فانا خدت من كل فانكشن واحد وقلت دول هيشتغلوا معايا في المشروع، زي ما انا عملت كده، هاخد ده وهاخد الاثنين دول من هنا وهاخد ده من هنا، ودول يا جماعه اللي هيشكلوا التيم اللي هيشتغل في المشروع. ينزلوا بقى المشروع يوم، يحلوا مشاكل المشروع، يبقى المشروع في مسؤوليتهم، ومش المشروع ده بس، هيبقى معاهم اكتر من مشروع. لعل كده وضحت شويه. طيب كده الفانكشنال والبروجكتايز، يبقى بوظفهم يا اما حسب نوعيه عملهم، يا اما بجيب مدير مشروع قوي وبحط الناس دي كلها تحتيه، والناس دي كلها بتبقى تنفصل تماما عن الشركه وتنفصل تماما عن مديرينهم، ويبقى مديرهم مين؟ هو مدير المشروع. في الفانكشن مديرينهم مين؟ هو مدير الفانكشن نفسها. تيجي بقى للماتريكس اورجانيزيشن، ودي اللي احنا حاولنا نحل فيها. زي ما انتم شايفين كده الفانكشن فيها ميزه وعيب، والبروجكتايز فيها ميزه وعيب. وعشان نميكس الحاجات دي كلها، ابتدينا نفكر في حاجه اسمها الماتريكس اورجانيزيشن، اللي هي المصفوفه، اللي هي تبقى حاجه ان بتوين المنظرين اللي احنا شايفينهم. ان اورجانيزيشن ستراكشر ان ويتش ذا بروجكت مانجر، يعني لازم عندي صلاحيه للبروجكت مانجر، شيرز ريسبونسبيلتي وذ ذا فانكشن مانجر. يبقى انا كده حطيت مين؟ حطيت مدير المشروع مع مديرين الحسابات ومدير المكتب الفني ومديرين. يبقى ده مدير، ودول المديرين دولت لازم يشير مع بعض، لازم يعني يبقى الريسبونسبيلتي شيرد ما بينهم بعضهم. For assigning priorities and for directing the work of persons assigned to the project. عشان يوجه الناس للشغل عامل ازاي. فده مع ده. بتسميها a blend of functional and projectized characteristics. blend يعني ايه؟ خليط، خليط ما بين الفانكشن والبروجكتايزد. طلع منها 3 types، حاجة اسمها weak، حاجة اسمها balanced، وحاجة اسمها strong matrix. weak ضعيفة، matrix مش قوية قوي، اتحسنت شوية ان هي تبقى balanced متوازنة، وتحسنت إلى أن هي تبقى strong matrix، وهي دي غالبا اللي معظم الشركات دلوقتي شغال عليها. أنت هتنزل تلاقي في المشروع، هتلاقي في المشروع مثلا محاسب، صح، هو مديره الاثنين، مديره اللي هو بتاع مدير المشروع، وفي نفس الوقت مديره هو بتاع الفانكشن. تعالوا نبص عليهم كده مع بعض. زي ما قلت لكم عندي الماتريكس فيها ثلاث أنواع، weak وbalanced وstrong. الويك ماتريكس هي شبه الفانكشن ماتريكس، عندي الفانكشن الاولانيه والثانيه والثالثه، عندي مجموعه الاستاف دولت وعندي مجموعه الاستاف دولت، او عندي لو انا بتكلم على المشروع فانا عندي الاستاف بتاع المشروع هاخد ده وده كويس، وهاخد ده وده معايا برضو، وهاخد ده معايا من القسم دولت كويس، وهحط عليهم حد اسمه بروجكت كوردينيشن، اللي هو الراجل اللي بينسق المشروع، مش مدير مشروع. نحط عليهم بروجكت كوردينيشن اللي هو بيرتب الشغل ما بينهم، بيدي اولويات، ملوش قرار بس بيقول يا جماعه احنا محتاجين نرتب الشغل بالشكل ده، لان حتى المفروض يعني غالبا بنسبه كبيره الناس دي كمان المديرين بتوعهم مشغولين جدا، فهم مش فاضيين ان هم يرتبوا الشغل. فلازم اللي يرتب الشغل ويكون عارف المشروع كويس حد اسمه بروجكت كوردينيتور، ده اللي بيرتب الشغل ما بين الاطراف دي وبعضها، الحسابات مع الفلوس مع المشتريات مع المخازن
ما في واحد لازم يرتب الحاجات دي، يقول يا جماعه المشتريات احنا يا جماعه عندنا نقص ومحتاجين نشتري اسمنت ونشون اسمنت وحديد وكلام من ده كله، اللي بيطلب الطلب ده هو الراجل ده، يروح يطلبه من ده مثلا، والراجل ده يبتدي يديه للستاف بتاعه ممكن. فلازم يكون عندي حاجه اسمها بروجكت كوردينيتور، ودي ويك ماتريكس. ويك ماتريكس ليه؟ لان غالبا البروجكت كوردينيتور ده اللي بيعمل كوردينيشن او بيرتب او بينسق او بيحضر المشروع وكلام من ده كله ملوش قرار كفايه. الويك ماتريكس اللي احنا بنتكلم عليها دي البروجكت مانجرز رول، المدير المشروع مايت بي مور اوف، يعني هيبقى غالبا حاجه اسمها بروجكت اكسبيديتور بيسرع المشروع، acts preliminarily as staff assistant and communicates and communications coordinator، هو غالبا بيساعد الناس، بيساعد الناس ان هم يشتغلوا والشغل العطلان يمشي، واكتر حاجه ان هو بيكوميونيكيت كوردينيتور، لان خلي بالكم ان انت كمان عندك طرف تاني لو تفتكروا الموضوع بتاع الستيك هولدر اللي احنا اتكلمنا فيه، وقلنا ان انا عندي طرف تاني اسمه ستيك هولدر، اسمه الستيك هولدر اللي هو العميل غالبا واللي هو المالك، مين اللي هيكلم المالك؟ الناس دي ما تعرفش تكلم المالك، دول ما يكلموش المالك، لازم اللي يكلم مالك مدير، وغالبا هيبقى الكوردينيتور ده. اكسبيديتور كانوت بيرسونالي ميك اور انفورس ديسيجنز، هو ما يقدرش يعمل قرار، هو هيقول يا جماعه انا محتاج او احنا عايزين نعمل كذا او احنا محتاجين عشان نزق الحته دي كذا، بس ملوش قرار. حلو. بروجكت كوردينيتور يعني يا اما حاجه اسمها بروجكت اكسبيديتور اللي هو بنسميه اللي هو بيسرع الموضوع، يا اما كوردينيتور اللي هو بينسق. هو شويه سيميلر تو ذا بروجكت اكسبيديتور اكسبت ذا كوردينيتور هاز سام باور تو ميك ديسيجن، فيما عدا الراجل ده عنده باور ان هو يعمل قرار، سام اوثوريتي اند ريبورتس تو هاير ليفل مانجر، فده ممكن يقول نقول الكوردينيتور دوت بدل ما هو مش هيروح لده خالص، لا ده ممكن يروح لمدير الشركه او المدير التنفيذي للشركه ويقول له والله انا عندي مشاكل كذا 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 وحلها لي، ممكن يعمل حاجه زي كده. ده في الويك ماتريكس اللي احنا بنسميهم يا بروجكت اكسبيديتور يا بروجكت كوردينيتور. بالانسد ماتريكس شويه، بالانسد ماتريكس حطينا ونشوف الفانكشن المهمه ايه ونحط واحد منهم يبقى بروجكت مانجر، نوليه شويه صلاحيه مع البروجكت كوردينيتور، ندي شويه اوثوريتي للبروجكت مانجر ده. طبعا في السترونج ماتريكس بقى اكيد بقى عندي بروجكت، ما عندي بقى في السترونج ماتريكس بقى اللي هي هنشوفها او اللي هي موجوده في شركات زي المقاولين العرب واوراسكوم وحسن علام والشركات الكبيره دي كلها، عملوا حاجه جديده بقى تاني خالص مختلفه. عندي فانكشن مانجر، عندي هنا حسابات اكاونتنج، وعندي هنا مشتريات بنسميها البروكيورمنت المشتريات، وعندي هنا المكتب الفني اسمه تكنيكال اوفيس، كويس، وكل واحد من دول تحتيه الستاف بتاعهم دول ودول ودول ودول، وده الستاف بتاع المديرين دي كلها، وبنعمل حاجه اسمها مدير مشروعات. مدير مشروعات، مدير مشروعات الشركه، وعملنا قسم اسمه مدير مشروعات الشركه، مدير مشروعات الشركه تحتيه مديرين مشاريع، فانا عندي مدير هنا ومدير هنا ومدير هنا. بيحصل امر في الشركات الكبيره، انا عندي مدير مشروعات تحتيه حاجه اسمها مدير قطاع، مدير قطاع ده اللي هو ماسك القاهره الكبرى كلها فماسك كل مشاريع الكبرى، وتحتيه واحد تاني اسمه مدير المشروع مسجد تطوير مسجد عبر بن العاص في منطقه مصر القديمه، وتحتيه واحد ده بنقول العرب مثلا، وتحتيه واحد تاني ماسك المول اللي بيتعمل في التجمع الخامس كده. فانا عندي عملت قسم اسمه مدير مشروعات وتحتيه مجموعه مديرين مشاريع. وبقى السيناريو يترسم ازاي او التشكيله تبقى عامله ازاي، انا عندي مدير مشروع خدته من وسط مدير المشروعات دي كلها، ومعايا بروجكت اورديشن او مش مشكله، وعندي ستاف من هنا وخدت الستاف دولت وخدت ده وخدت ده، والناس دي كلها تحت البروجكت مانجر ده اللي هو بيريبورت للراجل ده، ومدير المشروعات الشركه ده راجل يعني حيوي جدا، وده بقى اللي بيفورس كل الكلام ده. انا بقيت عندي مديرين مشروعات تحتيهم مجموعه ناس، كل واحد من دول مدير مشروع في شركه، ومدير المشروع في الشركه دوت هو اللي بياخد من كل واحد من الستاف، وفي نفس الوقت الراجل دوت لما يكون عنده مشكله بيرجع لده، وفي نفس الوقت بيروح للبروجكت مانجر، والبروجكت مانجر هو اللي له الاداره بتاعته. تعالوا بقى كده نقارن ما بين الفانكشنال والبروجكتايزد، وكمان نحط معانا كمان في اعتبارنا الحته اللي هي بتاعت الويك ماتريكس والبالانسد ماتريكس والسترونج ماتريكس، تعالوا نقارن ما بينهم بعضهم عاملين ازاي من ناحيه كذا حاجه. حلو. مدير المشروع وصلاحياته اخبارها ايه؟
اخبارها ايه في البروجكتايز؟ طبعا احنا قلنا مدير المشروع دوت في البروجكتايز ده هو اعلى واحد، وفي الفانكشن ليتل اور نان، هو ملوش حاجه في الفانكشن زي ما احنا اتكلمنا فيها قبل كده. تعال نبص عليها في الويك والمانجد والسترونج. في الويك هو ملوش لانه هو مش موجود حتى، بنسميه بروجكت كوردينيتور، هو منسق المشروع. بيجي في البالانسد ماتريكس بيبقى لو تو مودريت يعني متوسط، في السترونج في السترونج ماتريكس مودريت تو هاي، هو هاي، هو له صلاحيه في السترونج ماتريكس. سترونج ماتريكس دي اللي حصل فيها ايه؟ اللي احنا حطينا حد او عملنا قسم اسمه مدير مشروعات، او عيننا واحد اسمه مدير مشروعات الشركه، وتحديه مجموعه من مديرين المشاريع. ريسورس افيلابيليتي، الناس متوفره ولا لا؟ طبعا في الفانكشن قليله شويه، مش لاقي ناس كفايه كويس. في الويك برضو قليله. في البروجكتايز طبعا هاي تو اولموست توتال، فانا عندي في البروجكتايز طبعا زي ما قلنا ان انا ممكن اعين مجموعه ناس كتيره جدا 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 على حس المشروع وادفع لهم مرتبات، وبعد ما اخلص المشروع الناس تمشي كويس. شويه بقى ظبطت شويه، لو تو مودريت في البالانسد، مودريت تو هاي في السترونج ماتريكس. هنيجي لاشكاليه ثانيه، مين بيكونترول البادجت؟ مين بيتحكم في الفلوس بتاعت المشروع؟ لان هي دي مشكله المقاولات، مين بيصرف وبنكسب كام؟ طب اللي بيصرف بيصرف بزياده وايه اخباره؟ فاللي بيصرف فين؟ في الفانكشنال والبروجكتايز والماتريكس. اللي بيتحكم في البادجت طبعا هنا البروجكت مانجر في البروجكتايز، هو اللي بيتحكم بيقول نصرف فين وندفع فين ونشتري ايه كويس. في الفانكشنال، الفانكشنال مانجر هو اللي بيتحكم فيها، اللي هو مدير قسم الحسابات هو اللي بيتحكم او مدير قسم المشتريات، او المديرين دول كلهم هم اللي بيتحكموا في مصروفات الشركه، في مصروفات المشروع. ممكن المشروع يقف عشان الاسمنت مثلا الحديد غالي وبقى ب 18000 جنيه فهنوقف نشتري، هتلاقي مدير المشروع بيقول لك لا اشتروا دلوقتي عشان خاطر هو ممكن يغلى قدام، فتلاقي ان هم الناس التانيين بيقول لك لا مش هنشتري، تلاقي في تعارض في القرار. في البروجكتايز قرار مدير المشروع هو اللي هيمشي، في الفانكشنال مديرين دول هم اللي هيمشوا. لما نيجي بقى وده الاصلح والاصح للمشروع، ان مدير المشروع يكون هو اللي متولي شويه الصرف لان هو شايف المشروع عايز يمشي امتى ويجري امتى. في السترونج ماتريكس البروجكت مانجر هو اللي بيصرف، في الويك ماتريكس الفانكشنال مانجر هو اللي بيصرف، في البالانسد ماتريكس ميكس ما بين الاثنين، شويه البروجكت مانجر وشويه من الفانكشنال مانجر. بروجكت مانجر رول، مدير المشروع طبعا هنا فول تايم وهنا فول تايم وهنا فول تايم، هو فاضي تماما هو قاعد هنا. طبعا في البروجكت مانجر رولز في الفانكشنال هو تقريبا ملوش دور او دوره بارت تايم، هو ما بيشتغلش بشكل كامل لان هو ملوش صلاحيات وقرارات كفايه. بروجكت مانجمنت ادمنستريتيف ستاف، الناس بقى اللي بتساعد المشروع دوت، الناس اللي هي الستاف بتاع المشروع. طبعا الستاف بتاع المشروع ده لما يتحط على البروجكتايز بيبقى فول تايم، انا جبت محاسب وبتاع مكتب فني وبتاع بلاننج وبتاع مشتريات وي وي وي، حطيتهم جواها كلهم، حطيت الناس دي كلها جوه المشروع، الناس دي بقت فول تايم بالنسبه لي. في السترونج ماتريكس برضه فول تايم، في البالانس ماتريكس برضه فول تايم، لكن طبعا بتلاقيهم في الفانكشنال والويك ماتريكس هم بارت تايم، لان هم بيدوا وقت بسيط من وقتهم مع المشروع لان هم معاهم مشاريع ثانيه فهم مش فاضيين قوي للدرجه دي. ده الكومباريزون البسيط ما بين لو انا بقارن فانكشنال الى بروجكتايزد الى مجموعه الاشكال المختلفه في الماتريكس. حاليا معظم الشركات شغاله بالشكل ده، حتى المقاولين العرب اللي هي تعتبر قطاع حكومي فيها ستاف كتير جدا هي شغاله بالمنظر ده، لان هي بتقدر تكنترول عن طريق مديرين المشروعات بتاعتهم. تمام. الكومبوزيت يعني مش واضحه قوي بالنسبه لنا، بس احنا ممكن نشير الستاف شويه، اللي انا عندي بروجكت A وعندي بروجكت B، وفوق فعلا في ستاف بيبقى شيرد. وعندي هنا بروجكت مانجر، هو ماسك، ممكن يكون بروجكت مانجر دوت ماسك المشروعين A وB، يعني عندي مدير مشروع ماسك مشروع A وB، وعندي بروجكت كوردينيتور على A وبروجكت كوردينيتور على B، وواخدين ستاف كومن ما بين الاثنين، او في ستاف هنا وفي ستاف هنا. ده كده لو انا بتكلم على الكومبوزيت، هي شكل شويه شبه ال شكل شويه شبه السترونج ماتريكس بس اتطورت سنه، وبرده مديرين المشاريع، وبرده عندي كل مدير مشروع تحت كل واحد. اي اسئله يا شباب؟ انا ممكن استاذنكم دقيقه واحده بس، هقفل المايك وهرجع لكم تاني. طيب حد عنده سؤال؟ ها لو سمحت، اتفضل.
او احنا ليه ما ذكرناش الاونر في اي حاجه من الحاجات دي خالص؟ ليه ما ذكرناش الاونر المالك مثلا؟ يعني اي بروجكت من ده المفروض بيكون ليه مالك؟ صح، لان انا بتكلم على مستوى الشركه. لو انت عايز تشوف المالك فين، هو المالك احنا عملنا ايه، هو مالك الشركه دي هو واقف هنا، ده الاونر بتاع الشركه، وغالبا الاونر بتاع شركه المقاولات غالبا مثلا اوراسكوم يملكها ساويرس، فساويرس ده مثلا هو مش داخل في القرارات اللي تحت كتير، كويس، هو مش داخل في القرارات اللي هي احنا بنتكلم فيها، الا لو انت بتتكلم عن مالك المشروع بقى. لا يا دكتور، انا اقصد مالك المشروع نفسه، يعني صاحب المشروع نفسه، مش صاحب الشركه المنفذه. بص، طب حلو سؤالك. انا كلامي دايما هنا على مستوى الشركه وداخليات الشركه، وانا برتب شركه المقاولات بتاعتي ازاي. المالك ده طرف تاني قدامي كده بشتغل معاه، وعشان كده لو تاخدوا بالكم لما قلت لكم مره من مرات وانا بكلم وانا بشرح في الحته دي، قلت لكم انا محتاج ان حد يتعامل مع المالك، فده ما ينفعش يتعامل مع المالك لانه مش فاضي، ولا ده لانه برضه مش فاضي، هو غالبا ده اللي لازم يتعامل مع المالك. وعشان كده في الفانكشنال اورجانيزيشن ممكن ما نلاقيش حد كفايه انه يتعامل، هو عندي بروجكت كوردينيتور هنا بس ده ما ينفعش يتعامل ولا ده ينفع يتعامل. المالك هو مالك المشروع، هو ملوش دعوه بترتيبه الشركه بتاعتي عامله ازاي، ملوش دعوه بترتيبه شركه المقاولات والاستراكشر بتاعها عامل ازاي، هو ملوش دعوه. دي شركه مقاولات بتاعت اوراسكوم مضت عقد مع الحكومه المصريه، حلو، هي اوراسكوم محتاجه انها تطلع حد مدير مشروع قوي يقف قدام الحكومه المصريه عشان يعرف يتعامل معاها او يتكلم مع المالك. فالمالك ما بيخشش معايا في تقسيمتي الداخليه للشركه بتاعتي. الاورجانيزيشن ستراكشر زي ما بنسميها اورجانيزيشن ستراكشر، هو تقسيمه الاورجانيزيشن بتاعتك عامله ازاي، انت بترتب الشغل ازاي، بترتب الستاف بتاعك ازاي. ودي نقطه مهمه جدا، لان انت لو رتبت غلط هتخسر فلوس وهتلاقي نفسك بتدفع مرتبات بدون داعي. فالمالك مش داخل معايا في الناس دي، لان هو ده المالك، ده انا بتعامل معاه بعد كده بره الناس دي بقى. واضحه؟ تمام، شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. لو اي اسئله ثانيه اتفضلي. هو بالنسبه للبروجكت كوردينيشن في السامبل الويك ماتريكس، هو لازم يكون يعني عنده نوليدج كتير في كل المجالات على يعرف يعني يعمل لينك للاقسام كلها؟ يعني عادي مش لازم يكون دارس في كل حاجه؟ لا مش لازم، بس هو بيلينك، هو عارف يعني، هو بيطلب طلباته من بقيه الاقسام. هو طبعا فاهم في الهندسه، يعني لازم بروجكت كوردينيتور يكون مهندس اساسا، كويس، لو بنتكلم على شركه مقاولات. هو مش شرط ان يكون فاهم في الحسابات، ومش شرط ان يكون فاهم في المشتريات، بس هو هيطلب من المشتريات: يا جماعه انزلوا اشتروا لنا 10 طن حديد و10 طن اسمنت، وهيروح للحسابات: يا جماعه خدوا الفلوس دي حطوها في حسابات المشروع لان المشروع بيصرف الفلوس دي. بس مش شرط يكون فاهم كل حاجه. يعني عايز اقول لكم، مره كان عندنا مشكله مع شركه من الشركات الكبيره جدا، وكان في مشكله في العقد بتاعها، فاجتمعنا كلنا عشان خاطر نفهم المشكله ايه في العقد، وكان في بند مكتوب في العقد كده ظالم شويه للشركه المقاولات دي. طبعا لما تهنا قوي وما عرفناش نفسره او ما عرفناش ناخد فيه قرار، جبنا مدير العقود راجل استاذ دكتور قانون، يعني حاجه كده عظيمه جدا، هو اللي قعد يشرح الموضوع ده كله. فمش شرط خالص ان البروجكت كوردينيتور او مدير المشروع يكون فاهم في كل حاجه، بس يكون ملم بكل حاجه وعارف مين بيروح فين ومين بيعمل ايه. هو دكتور، هو يقدر يعمل فانكشن مانجر بتاع كل بورت ولا ايه؟ يقدر ايه؟ معلش انا مش سامع كويس، يقدر ايه؟ يقدر مين اللي هو المانجر، الفانكشن مانجر بتاع كل بورت، ولا يعني القرار يرجع له هو برضه؟ لو انا عندي مدير مشروع يبقى قرار مدير مشروع، لو انا ما عنديش مدير مشروع بالمسمى ده هيبقى قرار الفانكشنال مانجر. شكرا يا دكتور. شكرا. دي كده يا جماعه شكل الاورجانيزيشن ستراكشرز بتاعتنا، هي تبقى عامله ازاي ورايحه فين وجايه منين. ختاما للشابتر ده، البروسيسز جروبس اللي احنا بنسميها البروجكت مانجمنت بروسيسز جروبس، هي عباره عن انيشيتنج، تبدا المشروع، ببلان المشروع، باكسكيوت المشروع، بعمل مونيتورنج
كنترول وفي الاخر بنعمل كلوز اب. سؤال، هو دي ترتيبه، دي ترتيبه البيم بوك، يعني الكلام ده جاي من البيم بوك اللي احنا سمعنا عنه في الاول بتاعنا خالص، بروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج، بيم في ام هنا في النص، بيم بوك بروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج. كويس، ورتب البروسيسز جروبس او البروسيسز او البروسيس اللي انت بتعملها عشان خاطر توصل في الاخر لافيشنت بروجكت مانجمنت على الخمسه دول: انيشيتنج وبلاننج واكسكيوشن ومونيتورنج وكلوزنج. هل دول مترتبين بالترتيب ده؟ هل انا ببدا انيشيتنج وبعد كده اعمل بلاننج وبعد كده اعمل اكسكيوشن وبعد كده اعمل كنترول وبعد كده اقفل المشروع؟ هل ده ترتيبه؟ هل ده ترتيبه دوره حياه المشروع؟ اه ولا لا؟ احب اسمع منكم اجابه. اعتقد اه. حلو، ده اجابه. حد يعتقد لا ولا كله يعتقد ان هي دي الترتيب الطبيعي للمشروع ان يمشي بيه كده؟ دكتور احنا ممكن نقول ان دي الجنرال الحاله الطبيعيه تمام المفروض اي مشروع يمشي عليها، بس ممكن يكون في سبيشال كيس. حلو، بس سؤالي، هم دول لازم يمشوا بالترتيب ده؟ هو ده ترتيب 1 2 3 4 5 ولا يا جماعه ده مش كل مشروع طبعا؟ ماشي، حسب كل مشروع. حد كان هيقول اجابه ثانيه؟ هو ممكن لو حصل اي مشاكل في نص المشروع نرجع بلانينج تاني علشان يعني نعمل بلان مختلفه علشان نحاول نصلح الحاجات دي. حلو قوي، صح، برافو. يعني هي دي اجابه كنت بدور عليها بشكل ما، ان انا مش شرط ان انا امشي بالترتيب ده، لا ده انا ممكن ارجع ابلان مره ثانيه، لان انا حصل في الاكسكيوشن حصل عندي مشكله، ممكن مشروع كبير جدا فانا ما عملتش بلان لكل المشروع، انا عملت بلان بس للفيز الاولانيه، المرحله الاولانيه بتاعتي اللي هي مجموعه ال10 فيلات دول، لكن انا عندي انا ماضي عقد على 50 فيلا، فانا رتبت ال10 فيلات دول ان بلان وابتديت اشتغل فيهم، والبلان لسه هتكمل بعد كده، وبعد كده لسه هكمل اكسكيوشن، وممكن زي ما باشمهندس قالت ممكن وانا بشتغل ده البلان خرف، وياما البلان خرف، ما فيش حاجه اسمها بلان احنا مشينا عليه، اخ ده احنا خدنا وقت كتير قوي في الحفر، اوه ده الحديد مش موجود وشاحح جدا وبنشتري الحديد في وقت طويل جدا، فبالتالي اللي احنا كنا بنقول الحديد هيجي مش موجود فده اتاخر. طب نرجع نبلان تاني، نبلان تاني ايه بقى ونبص، طب فرض الملك هيحط علينا غرامه تاخير جامده جدا لو اتاخرنا، طب نقول للملك يا ملك احنا مش لاقيين الحديد، طب نسهر الناس شفتات وورديات بالليل ونشتغل 24 ساعه ونصب بالليل ونشتغل بالليل، فانت بترجع تاني للبلان مره تانية. على فكره كل ده تحت مظله مين بيوري لك المشكله اللي حاصله فين؟ الكنترول والمونيتورنج، ان انت بتراقب المشروع بتاعك. فانت جيت بعد اول شهر وانا عقدي مثلا 6 شهور بعد اول شهر، فانت بتعمل مونيتورنج يعني بتراقب وكنترول يعني بتتحكم في المشروع، وجيت بعد شهر لقيت اخ يا جماعه في وورنينج، في انذار، انا مش هستنى لغايه 6 شهور واكتشف ان انا ما خلصتش، الانذار زاد بعد الشهر الثاني، فده الراجل ده، وعشان كده حتى بقى في بوزيشن او في قسم اسمه بروجكت كنترول في الشركات، ده الراجل ده بينزل يراقب المشروع، يراقب بروجرس المشروع، يراقب مصاريفك للمشروع، يراقبك وانت بتصرف، انت بتصرف كتير يا جماعه، انت البادجت هتخرم معانا وهنخسر او مش هنحقق ارباحنا. المقاول غالبا ما بيخسرش كتير، بس ممكن جدا ما حققش ارباح، لكن الشركات اللي هي بتارجت ارباح فلازم تحط حد مسؤول عن الكنترول بتاع المشروع، لازم اكون شايف المشروع وشايف الكنترول بتاعه رايح فين وجاي منين، فدي بروسيس شغاله معاك من يوم ما المشروع ما ابتدى على فكره، واخر حاجه اللي بتقفل بيها تعالوا اوريها لكم، هي شكلها عامل حاجه زي كده، انت انيشيتنج بتبدا المشروع وتدرسه، هخش المشروع، هخش العمليه دي، هاخد المقاوله دي، المشروع ده شكله يدعو اللي احنا هنكسب من وراه، فنبتدي نعمل انيشيتنج للمشروع، او لو المالك نفسه في حد ذاته، المالك نفسه قرر ان هو عايز يفتح مدرسه، فقرر ان هو يبدا فدرس المدرسه ودرس الفيزابيليتي بتاعت المدرسه، يا جماعه الفيزابيليتي جميله جدا احنا ممكن نكسب، فقرر انه يشتغل، فابتدى بعد كده ياخد مرحله البلاننج، انا هبتدي ابلان المشروع وارتب المشروع كده واشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي في المشروع دوت. كويس، جميل. بعد كده بعد ما عملت البلان بتاعتك وخططت ورسمت وعملت ديزاين، بنعمل ديزاين ونرجع واحنا في التنفيذ بنعيد الديزاين تاني، لان بقول لك انا صعب قوي انفذ، يعني كان لسه عندنا مشروع بنعمله في سوهاج
وعملنا الديزاين بتاعه وعملنا الحديد بتاعه وعملنا كل الكلام ده كله، المقاول هو بينفذ بيقول الحديد ده صعب جدا ان انا اعرف انفذه، فانا مش عارف انفذه. فبسطه الحديد، بسطه التفصيله بتاعت الحديد، حتى المبنى نفسه كان مايل، فكان عايز يميل الحديد مع ميل المبنى، احنا ما كناش عاملين كده، فعدنا له تاني اللوح تاني. فجدا جدا ممكن نرجع تاني. ابتدينا ننفذ، واحنا بننفذ وارد جدا زي الباشمهندسه ما قالت وجاوبت في اجابه ما، اللي انا ممكن جدا وانا بنفذ لا ده انا محتاج ارجع تاني افلام مره تانيه اعدل بلان. طبعا لو خلصت الاكسكيوشن بنجاح هقدر اقفل المشروع واسلمه بنجاح. كويس حلو. فدي الاربع مراحل. المرحله الخامسه اللي هي المونيتورنج اند كنترول بتاعتنا، دي على فكره باديه المشروع كله، دي ماسكه المشروع من اوله، من اول ما ابتديت تعمل انيشيشن وتدرس وتعرف انت هتطلع بايه وانت بتعمل بلان. حتى البلان البلان المفروض ما اقعدش فيه شهور، المفروض اقعد فيه مثلا اسبوعين ثلاثه واطلع بلان، مش المفروض اقعد سنه بعمل ديزاين، لا ده الديزاين المفروض يطلع في خلال شهرين عشان عندي 8 شهور هنفذ فيهم. فهو الراجل ده بيكنترول وبيراقب كل البروسيس من اول ما تبدا لغايه ما تخلص وانت بتسلم. ده اللي هو بيسموه مونيتورنج اند كنترول. فبالتالي البروسيسز جروبس ديت ما تعتبرش دوره حياه المشروع، مش لايف سايكل، ات از نوت ا لايف سايكل، مش لايف سايكل بتاعه المشروع. لا 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 دي مش اللايف سايكل، دي مش دوره حياه، دي الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها في المشروع وانت شغال فيه. بدرسه، ببلانه، باكسكيوته، بعمل اكسكيوشن له، بنفذه. حصل فيه مشكله ارجع اعمل بلان مره ثانيه، وبعد كده ابتدي نزلها حيز التنفيذ. في الثالثه حصل عندي مشكله ارجع ثاني. وعشان كده دايما حتى واحنا بنعمل بلان عندنا دايما حاجه اسمها الابديت بتاع البلان. حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ده بيحصل في المونيتورنج اند كنترول. بروجكت مانجمنت بروسيسز جروب اللي هي I, P, Initiation Planning, Execution, Monitoring and Control, Monitoring and Control وفي الآخر Closing. كويس؟ A logical grouping of project management inputs, tools and techniques and outputs. ديت. في كل واحدة من دول بتعمل تول. في الانيشيشن، وأنا في الانيشيشن بجيب الناس بتوع الاقتصاد وبتوع الفلوس وبتوع الأرباح وعشان ندرس ونشوف إذا كنا هنكسب ولا لأ. الناس دي خلصت. فده كان ليهم تولز بتاعتهم، ليهم الانبوت بتاعهم، احنا هندخل كام طالب في الكليه دي وهنكسب من وراهم قد ايه. وقعدوا يدرسوا، دخلنا على البلاننج، جبنا الراجل بتاع البلاننج والمانجمنت، وجبنا الراجل بتاع الديزاين بتاع الخرسانه، وجبنا الراجل بتاع الاساسات عشان الجيوتكنيكال عشان يدرس، والناس دي كلها اجتمعت. فبقى حاجه تانية خالص، وطلعت اوتبوت تاني خالص اللي هو الديزاين والبلان. ابتدينا ننفذ، جبنا المقاول بقى اللي هينفذ بالعده بتاعته بالطريقه بتاعته. كويس. The project management processes includes initiation, processing, planning process, planning process, executing, executing process, monitoring and control, and closing processes. خدوا بالكم الحتة الحمراء دي بقى اللي أنا هعمل إشارة عليها بالأحمر. Project management processes are not project phases. دي مش مراحل في المشروع بتعدي عليها، ده دي كل الأكتيفيتيز اللي أنت بتعملها في المشروع. ده شرحهم الانيشيشن والبلاننج والكلام من ده كله. الانيشيشن هي these processes performed to define a new project or a new phase of an existing project by obtaining authorization to start the project or phase. فنبتدي ان احنا ناخد الاوثرايزيشن. احنا محتاجين مدرسه، السبيس ده محتاج مدرسه، الدوله قايله ان انا عايز ابني على الارض دي مدرسه، فجي مستثمر يقول انا هشتري الارض دي واعمل المدرسه وهكسب من وراها وهبقى بروفيتبل. البلاننج، this process required to establish the scope of project, refine the objectives and define the course of action required to attain the objectives that the project was undertaken to achieve. اللي انا هنبتدي نحط السكوب بتاعنا عشان اوصل للاوبجكتيف اللي انا عامل المدرسه. انت في الاول فهمت ان في مدرسه هنا، درست، هكسب ارباح، البوبوليشن او المجتمع اللي حوالين المدرسه ده فعلا محتاج المدرسه، متوقع يجي لي عدد طلبه معينين قد ايه، قعدت تلم في داتا، قعدت تدرس فيزابيلتي ستادي في الانيشيشن، خلصت الانيشيشن دخلت على البلاننج، حضرت بقى الكلام ده كله ورسمت وطلعت كام فصل وكام حوش و و و هتنفذ، هتكسكيوت تو كومبليت الورك ديفايند ان ذا بروجكت مانجمنت تو ساتسفاي ذا بروجكت سبيسيفيكيشن. وفي الاخر هتعمل وانا بشتغل مونيتورنج، بتتراك يعني بتعمل تراكنج. يعني ايه بتعمل تراكنج؟ يعني براقب الدنيا ماشيه على التراك بتاعها صح ولا غلط، ريفيو بتراجع، ريجوليت ذا بروجريس and the performance of the project. فانت بتراقب المشروع من ساعه ما ابتديت تقول انا هعمل مدرسه لغايه لما تسلمه. الكلوزنج، these processes performed to finalize all activities across all process groups to perform a close a project or a phase. عشان تقفل المشروع or phase. ده بمنتهى البساطه بتبين لنا عندنا الانيشيشن بروسيسز جروب
وعندنا البلاننج والاكسكيوشن والمونيتورنج والكلوزنج. عندنا الانيشيشن، ده الوقت اللي احنا بنحتاجه عشان نقفل المشروع ونخلصه من يوم ما نبداه. هنا هنبدا المشروع من هنا وهننتهي بالمشروع ها هنا. جميل جدا، حلو تمام. وده الليفل اوف بروسيس انتراكشن، ده الليفل اوف المجهود اللي انت بتحطه او البروسيس بتعمل ايه، بتشتغل فيها قد ايه. الانيشيشن المفروض ما تاخدش وقت كتير لان هي دي البدايه، الدراسه درسنا وعملنا وشفنا والكلام ده كله، فطالما ابتدينا انيشيشن ولا بتاخد مجهود كتير قوي يعني. دخلنا بعد كده في مرحله اللي احنا نبتدي نعمل بلان، فهنعمل بلان محترم جدا، فنبتدي نعمل البلان بتاعنا، والبلان بتاعنا ممكن يلف ويروح ويجي زي ما احنا قلنا، فعشان كده هو بيريسايكل نفسه البلان كذا مره معانا. عشان كده هو والاكسكيوشن، لو تاخدوا بالكم الاكسكيوشن بادي متاخر شويه، خدتوا بالكم الحته دي؟ الاكسكيوشن اهو ده الاكسكيوشن، ده الاكسكيوشن. الاكسكيوشن هيبدا متاخر شويه، هيبدا متاخر شويه بعد البلان ما يكون ابتدى واشتغلنا في البلان، فالاكسكيوشن هيبدا. والاكسكيوشن والبلان مرتبطين ببعض، في انتر اكشن ما بينهم بعضهم. ليه؟ لان انا ممكن جدا ارجع من الاكسكيوشن على البلان، فالبلان دي تفضل حركه دايما معايا. وتلاقوا مين اللي بيغطي الموضوع كله من اوله لاخره؟ هو المونيتورنج اند كنترول، ده مغطيها كلها من اولها لاخرها، ده اللي بيكنترول على كل حاجه. وهتلاقوا حاجه كمان تانية لطيفه برضو تستدعي الانتباه يعني، اللي هي بنسميها الكلوزنج. ده هو الكلوزنج، ده هو الكلوزنج. ممكن ابدا من هنا، ابدا من هنا ايه؟ لو انا خلصت جزء وقفلته وسلمته، فانا ممكن ابدا كلوزنج في مرحله ما في المشروع، لان انا خلصت فيز او خلصت مرحله او خلصت 10 فيلات فقفلت فسلمتهم. فالكلوزنج ممكن يبدا في مرحله ما وانا شغال في الاكسكيوشن، اللي انا بخلص وبقفل وبسلم المالك. عندنا برضو مثلا عندنا مشروع اسمه تطوير مستشفى مع احد المستشفيات يعني، فالدور اللي بنخلصه بنقفله بنسلمه، حتى المستشفى بتستفيد منه ان هي بتدخل فيها المرضى وبتيجي تشتغل في الدور ده. فاحنا عندنا الشكل ده بيحصل كتير، ان احنا بنقفل اجزاء ونسلمها. Process group interaction. Process groups are linked by the results they produce. هو احنا مرتبطين بالريزلت اللي احنا بنبروديوس من كل process group, processes group. i.e. result of one process group becomes input to the succeeding succeeding process group. Initiating. طلعنا النتيجة اللي احنا هنبدأ المشروع، المشروع ده هنكسب منه كذا. حلو. طلع في نظير اللي احنا هندخل مثلا 50 طالب وهنفتح قسم هندسه مدني وقسم هندسه كهرباء مثلا، فده كان الريكومنديشن بتاعت الانيشيشن بتاعت الدراسه. يجي بقى هنا يقول لك نبتدي نعمل بلاننج، فنبتدي نرسم اللي احنا عايزين كذا فصل محاضرات وكذا فصل توتوريالز وكذا مكان للخدمات، كذا لا كذا معمل اللي عايزين نشتغل فيهم في الاعدادي، فيبتدي يرتب الكلام ده كله. فالريزلت بتاعت الانيشيشن هي هتخش على البلان، البلان هتطلع رسومات، وبلان هتخش على الاكسكيوشن يبتدي ينفذ. اكسكيوشن هيحصل عنده مشكله هيقوم مرجعها تاني للبلان. اكسكيوشن خلص وخلصنا خلاص والمالك وافق، هنقوم قافلين المشروع ونسلمه. كل ده تحت مظله الكنترول، لان الكنترول هيطلع دايما ريزلتس للبلان او للاكسكيوشن. يا جماعه انت متاخر، يا جماعه ما ينفعش البلان البلان كان غلط، البلان كان فيها مشكله. فالكنترول هو اللي هيورينا الكلام ده كله. دي بنسميها احيانا في العلم رولينج ويف بلاننج، رولينج ويف لانها بترول زي العجله. An iterative planning technique in which the work to be accomplished in the near term is planned in detail while the work in the future is planned at higher level. اللي انا ساعات اللي انا بقول ان انا البلان اللي هو الحالي ده شغال وبروجرس وكلام من ده كله، ولكن الحاجات اللي هي لسه قدام لسه شويه عندي مشروع هقعد فيه سنه، فانا عملت بلان لست شهور او مين ان ديتيل، والست شهور التانيين بتاع المرحله الثانيه لسه مش ان ديتيل. الورك اللي هو هيجي في الفيوتشر از بلاند ات هاير ليفل. ممكن جدا زي ما قلت لكم عندي فيز 1 وفيز 2، مرحله اولانيه ومرحله ثانيه هيجوا بعد بعض، لازم اسلم المرحله الاولى عشان الناس تسكن فيها وابدا بعد كده افتح المرحله الثانيه. فممكن جدا الاقي ان انا المرحله الاولى هي عباره عن مجموعه الحاجات دي كلها، عملنا انتر الفيز والبروجكت ستارت هنا وخلصنا الفيز، ابتدينا الفيز الثانيه وخلصنا الفيز ديت. ده وضع طبيعي جدا بنشوفه في الكومباوندز والمشاريع الكبيره الطويله اللي هي بتاخد مجهود وقت كتير. ممكن جدا يحصل حاجه اسمها اوفرلاب، اوفرلاب ما بين فيز 1 وفيز 2. اوفرلاب هيحصل حاجه بالشكل ده كده، اللي انا عندي ادي اول مرحله اهي، وقبل
ما تخلصها وانت بتشطبها وانت بتسلمها للمالك، وعبال ما المالك ما يستلم ويطلع ملاحظاته وحاجته وكلام من ده كله، تكون فتحت المرحله الثانيه وابتديت تشتغل فيها زي ما هو كده. فده كل ده برضو وارد جدا عندنا، وارد العلاقه اللي هي تبقى ما بين الفيزز وبعضها وما بين ال البلاننج والاكسكيوشن والمونيتورنج والكنترول والكلوزنج والانيشيشن. يعني مش هنتكلم على السلايد ديت. حد عنده سؤال في اللي فات ده كله؟ ها ها يا شباب، حد عنده سؤال في اللي فات ده؟ أنا في انتظار أسئلتكم لو في أي أسئلة. طيب كده احنا خلصنا الباب الأولاني بتاعنا كويس، خلصنا أول باب لينا اللي هو يعني كان introduction عن management والفيزز بتاعتنا عاملة ازاي و و و والكلام ده كله. أوكي تعالوا بينا ناخد كده كويز بسيط سهل كده ما فيهوش أي حاجة. هبعت لكم اللينك دلوقتي، الكويز ده هياخد 10 دقايق منكم بس اطمن ان انتم فاهمين اللي انا بقول ايه. الناس اللي كانت حاضره بس هي اللي هتحل الكويز ده. الكويز ده اونلاين ف يعني سيبكم من الدرجات وسيبكم من اي حاجه، بس ده بارتيسيبيشن فعايز اشوفكم انتوا هتعملوا فيه ايه. تخشوا عليه كده وقولوا لي انتوا عرفتوا تخشوا عليه ولا لا. دكتور هو الكويز ديت ولا على اللي فاتت؟ اعتقد ان هو ما فيهوش اي حاجه في المحاضره دي. يعني افتحوا بقى الماتيريال اللي انتوا عايزينها كلها، شوفوا اللي انتوا عايزينه، فيل فري انكم تحلوا يعني طبعا ما عدا الانترنت يعني طبعا، بس افتحوا الماتيريالز اللي انتوا عايزينها واشتغلوا منها زي ما انتوا عايزين. اوكي يلا انا في انتظار يعني ابداوا حلو. الساعه دلوقتي 11 11 و3 دقائق، المفروض نقفله على 11 وربع يعني نديكم ربع ساعه يعني. اوكي يلا نعم. الكويس فين معلش؟ بعت اللينك بتاعه في الشات هنا. تمام دكتور لو سمحت، هو طالب مني اكتب ايميل، الايميل بتاعي فيبقى ايميل الكلية؟ اي ايميل فيه مش مهم، اول ايميل المهم الاي دي بتاعك بس. تمام شكرا دكتور.